بحث معمق لكلمة أو زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء. انضم إلينا الدكتور محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد، بعد التحية، يعني إذا ما وضعنا عنوان لهذه الزيارة الهامة لشمال سيناء وهي سباق مع الزمن، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن مصر يعني في سباق مع الزمن لمحاربة الإرهاب على مدى 10 سنوات، وأيضا وهذا هو الخيار التي اتخذته القيادة المصرية، وتنمية شمال سيناء أو سيناء بشكل عام. كيف تقرأ هذه الرسائل؟ أهلا بحضرتك. طبعا يعني زي ما حضرتك أشرت، كان ملف التنمية الدولة المصرية بتسير فيه جنبا إلى جنب في 10 سنوات الأخيرة مع ملف مكافحة الإرهاب، وفقا لمقاربة شاملة تبنتها الدولة المصرية في هذا الصدد. لم تقتصر حتى على الأبعاد العسكرية، وإنما امتدت لتشمل مكافحة التطرف باعتباره الحاضنة الأكبر لتوليد ظاهرة الإرهاب. وكمان الشغل على مواجهة الحواضن الاجتماعية للإرهاب من خلال التحرك في المسار التنموي. وده الخط العريض اللي بتعبر عنه زيارة اليوم، فضلا عن ما حملته من رسائل مرتبطة بالتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق داخل قطاع غزة. نعم، أنا هنا عايز أتوقف تحديدا سيد محمد في هذه النقطة تحديدا، يعني في الرسائل التي قام بالتأكيد عليها دولة رئيس الوزراء، وهي ثوابت السياسة المصرية فيما له صلة بحل الدولتين، وهو يعني المسار الصحيح لعدم تكرار أي إرهاب في المنطقة بأسرها وتحقيق السلام الشامل، رفض مصر لسياسة العقاب الجماعي، رفض التهجير القسري، أهمية إيصال المساعدات والاستدامة في إيصال المساعدات، الوقف الفوري للحرب، والعدالة بغير انحياز، وأيضا المقاومة من حق الشعوب جميعا. كيف قرأت هذه الرسائل التي يعيد دولة رئيس الوزراء التأكيد عليها من أمام معبر رفح؟ رسائل مهمة وواضحة ومباشرة الحقيقة، بتعبر عن موقف الدولة المصرية تجاه يعني التصعيد الدائر الغير مسبوق في يعني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني. الدولة المصرية انطلقت منذ اليوم الأول في تعاطيها مع يعني مع التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني من جملة من الثوابت التي تم ترجمتها إلى مجموعة من الآليات. مصر كان عندها مجموعة من الثوابت، على رأسها أنه ضرورة حل الدولتين على أسس الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لما أقرته الشرعية الدولية. مصر كانت بتشدد دائما على موقفها الواضح الرافض لمخططات التهجير اللي بتتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي السياسات المستمرة حتى اللحظة اللي احنا بنتحدث فيها. وده كان الحقيقة يعني من منطلق الحفاظ على القضية الفلسطينية، على اعتبار انه تهجير الفلسطينيين من اراضيهم يمثل او يقدم على هدف تصفية القضية الفلسطينية، وده هدف قديم متجدد ومستمر للاحتلال الإسرائيلي. وفضلا عن أنه ده بيمثل كمان تهديد للأمن القومي المصري، لكن الحقيقة كان المنطلق هو أن هذه السياسات الإسرائيلية تمهد لتصفية القضية الفلسطينية. كمان كانت الدولة المصرية بتنطلق في رؤيتها من إدراك لما يحمله هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق من تهديد ليس فقط للداخل الفلسطيني أو دول الجوار، وإنما للمنطقة ككل، على اعتبار أن هذا التصعيد بيدفع باتجاه تصاعد فرص حدوث سيناريو التحول نحو الحرب الإقليمية،
وده الحقيقة عندنا مؤشرات عديدة يعني بخصوصه، وبيتجلى بشكل واضح في حالة الاشتعال اللي بتشهدها الجبهة اللبنانية. على سبيل المثال عندنا تصعيد كمان في الجبهة العراقية ضد الأهداف الأمريكية، عندنا تصعيد في سوريا مشابه، عندنا تصعيد في اليمن يعني من خلال محاولات الحوثيين المتكررة استهداف العمق الإسرائيلي. فبالتالي تم الإعلان يعني تقريبا من ثلاث ساعات تقريبا بإشراك نعم بدخول جبهة الحوثية على في الحرب على صحيح، والحوثيين نعم. النهارده اعلنوا بشكل رسمي عن دخولهم في التصعيد ضد اسرائيل يعني كرد على الممارسات الاسرائيليه في قطاع غزه، وبالتالي كانت الدوله المصريه مدركه لده منذ البدايه وحذرت في اكثر من مناسبه على لسان السيد الرئيس او على لسان المؤسسه الدبلوماسيه المصريه من خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي على الأمن والسلم في الإقليم في ضوء احتمالية التحول نحو سيناريو الحرب الإقليمية. ومن هذا المنطلق يعني كانت يعني هذه الثوابت وهذه التخوفات بيتم ترجمتها في إطار مجموعة من الآليات اللي بتتحرك الدولة المصرية في إطارها، سواء على مستوى التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول والجهات المعنية ب يعني هذا الملف والمنخرطة فيه بشكل مباشر من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار وبذل كافة الجهود من أجل الدفع بهذا يعني المسار، الدعوة لي والحرص على وبذل كافة الجهود في سبيل استدامة دخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن يعني التأكيد على ضرورة الشروع في جهود وأطر جادة لمعالجة الأزمة من جذورها على قاعدة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وده كان يعني دي كانت ثوابت الدولة المصرية والآليات التي تتحرك من خلالها. ويعني تأكيدا على هذا المسار كان السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم أكد على هذه الثوابت أيضا، وأشار إلى نقطة يعني أجدها مهمة، وهي أنه فور انتهاء الحرب ووقف التصعيد الجاري، ونتمنى أن يكون ده قريبا، يعني سوف تبدأ الدولة المصرية في التحضير لقمة القاهرة الثانية للسلام من أجل الدفع باتجاه معالجة الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين. نعم، إذا سيد محمد هي رسائل مهمة في هذا التوقيت وتحمل في طياتها الكثير. عودة إلى هذه الزيارة وفي المقابل من التصعيد في فلسطين تأتي زيارة دورة رئيس مجلس الوزراء والدفع والتركيز على التنمية، كيف قرأت هذه الزيارة كبعد من أبعاد الأمن القومي المصري، المشروعات التنمية سواء مشروعات خدمية، مشروعات استثمارية، مشروعات اجتماعية للنهوض بالداخل في سيناء، للنهوض بمشاريع البنية التحتية، وأيضا مشروعات الخاصة بتنمية المواطن السيناوي في مقابل التصعيد في على الجبهة الأخرى من يعني من فلسطين. كيف قرأت هذه الزيارة كبعد من أبعاد الأمن القومي لمصر؟ الحقيقة يعني المتابع والناظر لمقاربات مكافحة الإرهاب في العقود الماضية هيجد أنه في إشكالية رئيسية كانت بتواجه يعني هذه المقاربات أو التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وهي يعني التركيز على البعد العسكري. الحقيقة الدولة المصرية منذ 10 سنوات بتتبنى مقاربة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، بتجمع ما بين الشق الأمني والعسكري بطبيعة الحال باعتباره أداة رئيسية لمواجهة الظاهرة، خصوصا في الحالة المصرية بعد 2013 كمواجهة مباشرة للظاهرة للتيارات الإرهابية ونشاطها. لكن كمان في بعد أهم مرتبط بعملية المواجهة، لأنه لو عملية المواجهة اقتصرت على الأبعاد الأمنية فبعد سنوات هتتولد المزيد من التيارات
لانه في بيئات حاضنه. لكن اللي ركز، ولذلك ومن هنا يعني كان تركيز المقاربه المصريه في مكافحه الارهاب على الشق الثاني واللي هو لا يقل اهميه عن البعد الامني والعسكري، متمثلا في مواجهه البيئات الحاضنه عبر الشروع في المسار التنموي، فضلا عن يعني دحض الأفكار المتطرفة والشروع في هذا المسار أيضا، لأن مواجهة البيئات الحاضنة تعد اللبنة الأولى لمواجهة الفعل الإرهابي نفسه. صحيح. لأنه البيئات الحاضنة دي هي اللي بتفرز أنشطة إرهابية وبتحول العديد من القطاعات والأشخاص إلى تبني الفعل الإرهابي. وطبعا كان الحقيقه انه يعني ما يحدث من تصعيد في قطاع غزه بيمثل في احد ابعاده تهديدا للامن القومي، خصوصا من زاويه احتماليه تهجير سكان القطاع، واحنا بنتكلم عن قطاع يوجد به بعض يعني من هذه العناصر اللي قد تمثل يعني تهديدا للامن الاقليمي بشكل عام والامن القومي المصري على وجه الخصوص. فالحقيقه ان الزياره المهمه وما حملته من رسائل في هذا الصدد بتؤكد على ادراك صانع القرار المصري لهذا التهديد وخطورته. يعني التنميه في سيناء بيد اهالي سيناء هي رسائل مهمه قام دوله رئيس مجلس الوزراء بالتركيز عليها اليوم. كيف تابعت، كيف قرأت التركيز على أهالي سيناء وإدماجهم والاستفادة منهم في إحداث هذه التنمية في سيناء بشكل عام؟ طبعا أهالي سيناء يعني هم محور رئيسي في مسألة وعملية التنمية يعني في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة اللي بتمثل امتداد وبعد مهم من أبعاد الأمن القومي المصري. وده كان يعني في ضوء أكثر من منطلق، سواء يعني حالة التهميش اللي تعرض لها أهالي سيناء منذ عقود إثر العديد من الاعتبارات، فضلا عن يعني كمان كون استمرار هذا التهميش قد يمثل تهديدا للامن القومي المصري نفسه. ومن هنا يعني جاء تركيز الدوله المصريه على المواطن السيناوي باعتباره اللبنه الاولى في مسار او المحطه الاهم في مسار التنميه، وفضلا عن ما يدفع به هذا الاهتمام على مستوى مواجهة التحديد يعني التهديد المحتمل الذي قد يترتب على استمرار تهميش المواطن السيناوي. ومن هنا يمكن فهم تركيز الدولة المصرية على المواطن السيناوي، وهو ما أكده يعني السيد رئيس الوزراء اليوم. نعم، قوة مصر الناعمة يعني من الأهمية كان تابعنا طبعا في اليوم في لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء مع شيوخ وعواقل سيناء في رفح. تابعنا يعني وجود العديد من الرموز الفنية، الرموز الثقافية. كيف تقرأ أهمية تواجد قوى مصر الناعمة في هكذا مناسبات؟ الحقيقة زي ما أشرت لحضرتك، في النهاية المواطن السيناوي أو الشعب السيناوي بكافة أطيافه، سواء كنا بنتحدث عن شيوخ قبائل، سواء كنا بنتحدث عن مواطنين، كافة الفئات اللي بتدخل في إطار الشعب السيناوي هي محور رئيسي ومهم ومركزي في إطار مقاربة الدولة المصرية للتعامل مع يعني الملف السيناوي، سواء كنا بنتحدث عن ملف التنمية أو مواجهة المهددات المحتملة للأمن القومي المصري. والحقيقة اللي بيؤكد على ده هو الدور الكبير اللي يعني لعبه المواطن السيناوي في السنوات الأخيرة في سواء عملية أو جهود مكافحة الإرهاب أو في الملف التنموي نفسه. فالقوى الناعمة السيناوية من شيوخ قبائل والشخصيات المركزية داخل سيناء طبعا يعني هم بما يملكونه من تأثير وفاعلية في المجتمع السيناوي
بيحظوا بأهمية كبيرة نعم. جدا في إطار المقاربة المصرية للتعامل مع هذا الملف. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكرة، بشكرك شكرا جزيلا.